أهلا بكل مشتركين ومتابعين قناة عربيت. السلانسي هو سرعة التباطؤ أو الخمول أو الأيدل، ويقصد به أن المحرك عند أدنى سرعة أو عندما لا يتم الضغط على دواسة الوقود. وكقاعدة عامة في وضع التباطؤ، لا ينقل المحرك عزم الدوران إلى العجلات، حيث يتم تنشيط هذا الوضع عندما تكون السيارة متوقفة مع تشغيل المحرك في وضع الحياد. رعشة السيارة على سرعة التباطؤ أو على السرعات البطيئة لها العديد من الأسباب، فقد تكون المشكلة في منظومة الإشعال أو كراسي المحرك أو منظومة التحكم أو منظومة الوقود وغير ذلك. ودلوقتي هنتعرف على أشهر الأسباب اللي بتؤدي إلى رعشة السيارة على السلانسير. وأول سبب هيكون تلف البوجيهات أو شمعات الإشعال. السبب الأكثر شيوعاً هو شمعات الإشعال وكذلك أسلاك الجهد العالي. والبوجيه هو العنصر المسؤول عن إشعال خليط الوقود في السلندر، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تتلف شمعة الإشعال وتتسخ من تراكم رواسب الكربون، ونتيجة لذلك تكون الشرارة الناتجة عنها إما ضعيفة جدا أو غير مستقرة، وقد يسبب ذلك رج أو اهتزاز في سرعة التباطؤ. وتاني سبب معنا هو رطوبة تحت غطاء الموزع. موزع المحرك أو الإسبراتير مسؤول عن إرسال شرارة إلى كل سلك شمعة احتراق في الوقت المناسب، ومع ذلك يمكن أن يؤدي تلف غطاء الإسبراتير إلى دخول الماء، وعندما يجد الماء طريقه تحت غطاء الموزع غالبا ما ينتج عن ذلك شرارة خاطئة وضعف الخمول. وتميل المشاكل من هذا النوع إلى الظهور خلال فترات الطقس البارد أو عندما تمطر بغزارة، وقد يؤدي ذلك إلى رعشة في السيارة على السلانسير. وثالث سبب هو اتساخ فلتر الهواء. إذا كان فلتر الهواء متسخا فقد لا يحتوي المحرك على كمية كافية من الأكسجين لتحضير خليط الوقود والهواء الصحيح، فوظيفة فلتر الهواء هو التخلص من الأتربة والأوساخ العالقة بالهواء الداخل للمحرك، بينما تسمح في نفس الوقت بسريان أقصى كمية من الهواء للمحرك. وإذا كان الفلتر متسخ أو مسدود فهذا يعني أن هناك إعاقة لدخول الهواء، وهذا يحدث خلل في عمل المحرك وقد ينتج عن ذلك اهتزاز أو رجفة للسيارة عند التباطؤ. ورابع سبب هو خلل في نظام التحكم الإلكتروني في المحرك، فهو سبب آخر محتمل لرعشة السيارة أثناء التباطؤ في بعض الحالات، وهو نظام التحكم الإلكتروني في المحرك ECM. في هذه الحالة يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن النظام المحدد يتضمن مجموعة كاملة من أجهزة الاستشعار والمشغلات المختلفة التي تتصل بوحدة التحكم الإلكترونية ECU. وفي حال تعطل أي جهاز استشعار أو حدوث اختلالات في الاسطوانة أو حدوث أي أعطال أخرى، تقوم وحدة التحكم الإلكترونية في بعض السيارات بإبلاغ السائق على الفور بهذا الأمر. في الوقت نفسه في حالة حدوث العديد من الأعطال في عناصر ECM والأعطال الأخرى، يتم عرض رمز خطأ على شاشة الكمبيوتر بلوحة القيادة، ويتم تسجيل الخطأ فقط في ذاكرة وحدة التحكم الإلكترونية. ولكن من أجل قراءة رمز الخطأ سيكون من الضروري إجراء تشخيصات الكمبيوتر بشكل منفصل. وخامس سبب هو تلف حساس الأيدل. فوجود مشكلة في حساس الأيدل أو اتساخه من الأسباب المحتملة لوجود رجة أو رعشة في السيارة على السلانسير. وسادس السبب والأخير هو كراسي الماكينة أو قواعد الموتور أو قواعد المحرك أو أذان المحرك أو سبورتات المحرك وغير ذلك من مسميات كراسي الماكينة، وهي التي تحمل المحرك، وإذا حدث بها خلل أو مشكلة فمن الوارد أن يظهر اهتزازات أو رعشة في السيارة. وفي النهاية في كثير من الأحيان يمكن أن يظهر ارتعاش المحرك بسرعة التباطؤ أكثر عندما يكون الجو باردا، وفي هذه الحالة انتبه بشكل خاص إلى مستشعر درجة حرارة المحرك. وأيضا يجب ألا ننسى الاطمئنان على حالة فلتر البنزين، لأنه أيضا قد يكون سبب محتمل في حالة انسداد، وأيضا البخاخات أو الرشاشات أو حواقن الوقود، وذلك بعد تشخيص نظام الإشعال. فالأسباب كثيرة وستتمكن من معرفة السبب بعد الفحص. لذا إذا كانت سيارتك تعاني من رعشة على السلانسير فعليك زيارة ميكانيكي متخصص ليقوم بعملية الفحص بالشكل الصحيح لمعرفة ما هو الجزء الذي لا يعمل بكفاءة في سيارتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو شايف الفيديو مفيد ما تنساش تعمله لايك وتشيره مع كل اصحابك وتشترك في قناة عربيتي علشان يوصلك كل جديد.